حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال اسماعيل اخبرني قيس قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم اكن في سني احرص على ان اعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعه تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز وقال سفيان مره وهم اهل البارز